زهراء، انتي في ثانويه عامه زي ما فهمنا، عملتي ايه في الامتحانات مبدئيا؟ الحمد لله. الحمد لله تمام ان شاء يعني. الله ان شاء الله. امان. ان شاء الله. عايزه تتخصصي في ايه بعد كده؟ نفسي اكون في كليه صيدله. عرفت كمان يا زهراء انه انتي بتتدربي على الابتهالات، ده عشان تتقني يخدم على تلاوتك في القرآن صحيح؟ أنا بتعلم مقامات صوتية. المقامات الصوتية بتعلمني إزاي أستخدم صوتي صح، إزاي مثلا في آيات حزن مثلا أستخدم مقام يناسب الآيات، في آيات فرحة إزاي أستخدم مقام يناسب الآيات دي. فأكيد تعلم المقام. أمثلة يعني مثلا ربنا بيقول في سورة البقرة: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. الآية سيدنا إبراهيم فيها بيتكلم مع الله سبحانه وتعالى، فأكيد بيتكلم بتذلل وتضرع. فنقول إيه: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. أكيد رد ربنا على سيدنا إبراهيم هيكون قوي، دلالة على عظمة الله سبحانه وتعالى وعزته وجلاله. فربنا هيرد يقول: قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فبفرق في الله القرآن. الله، اديني كده لحظة يعني مع الجمال اللي حصل ده. الله يبارك. الله الله، مبسوطة بيكي قوي يا زهراء. أنا أسهل. كمليلي. فأكيد في فرق بين كلام سيدنا إبراهيم مع الله. ده مقام إيه بقى؟ عارفة المقامات؟ طبعا. المقام اللي أنا قرأت بيه كلام سيدنا إبراهيم كان الصبا بيقرأ بتذلل وتضرع. أما المقام اللي قرأت بيه كلام الله عز وجل العجم. العجم مقام قوي. هي معظم حتى في الابتهالات والاغاني الحزينه تبقى صبا بالظبط، او حجاز. الحجاز بقى بيجمع حزن. بين الحزن والقوه يعني في نفس الوقت. فالمقامات علم جميل. ايه من الايات بتقريها حجاز؟ طبعا الايات اللي بتدل على القوه في نفس الوقت بيبقى ليها يعني حاجه عظيمه كده. مثلا ممكن اقرا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فيعني الآيات بتبقى قوية جدا. وأنا عايزة أقول إن القرآن كله رسائل ربانية. أنت إيه المقام اللي الأقرب لك في التلاوة؟ أكيد الصبا، لأن بيدخل القلب. يعني مثلا لو قعدت مع الناس بتكلم معهم يعني بحنية برحمة برأفة يعني مثلا بتضرع، فبيبقى مقام قريب إلى القلب. وطبعا البياتي لأنه هو مقام حواري. معنى أنه حواري إن أنا زي مثلا أنا بتكلم مع حضرتك دلوقتي، فهو ده مقام البياتي. فالمقامات اصلا موجوده في حياتنا العمليه. طبعا. البياتي بتستخدميه مع ايات زي ايه؟ زي بدايه التلاوه مثلا. نبدا هدوء علشان ابقى مهيئه نفسي ان انا ادخل اقرا بقوه يعني. انا مثلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ده بياتي. حتى كلامنا دلوقتي بياتي. مش بس كده، الشرح المبسط الوافي اللي انت بتكلميه ده يا زهراء، هي دي القراءة المصرية. القراءة المصرية منذ يعني زمن هي اللي بتستخدم المقامات المختلفة في الآيات المتباينة، غير قراءات في العالم الإسلامي على وتيرة واحدة من أول السورة إلى آخرها. القراءة المصرية والقراء العظماء عندنا في مصر هم الأقرب للمدرسة اللي انت بتتكلمي بيها أو بتتكلمي عليها. مين بقى من القراء الأقرب إلى قلبك، الأصوات الرخيمة العظيمة اللي عندنا؟ القراء مصر عظماء جميعهم.
أنا بحب أسمعهم جميعاً. لكن الأقرب إلى قلبي الشيخ مصطفى إسماعيل. آه طبعاً. بحسه بيوظف المقامات في الآيات كويس. لأن المقامات لازم هي اللي تتوظف على معاني القرآن، مش القرآن مش العكس. مش طبعاً العكس. طبعاً طبعاً. فأنا عايزة أقول إن القرآن هو اللي بيوجهنا. لو تمعنا في الآيات ويعني تفهمناها في المعاني كويس، أكيد أكيد هنقرأ بطريقة رائعة، وأكيد ما خرج من القلب يصل إلى القلب. بالتأكيد بالتأكيد. Watch it. ما تخليش حاجة تفوتك.